يقلب أحد أفراد الأمن الوثائق الخاصة لعدد من المختطفين الذين تم تحريرهم من عصابات الإجرام التي تمتهن خطف العمالة الوافدة إلى ليبيا. قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة وردت له معلومة عن مجموعة من العمالة الوافدة اختطفهم تشكيل عصابي في منطقة الشويرف ودهمت المكان وحرر 37 شخصا من جنسيات عربية وإفريقية وآسيوية. تم بفعل تحديد المكان لنا، وصف المكان لنا بمنطقة الشويرف، وعلى الفور تم إبلاغ رئيس قسم البحث الجنائي وأخذ الإذن من مدير أمن الجفرة والتنسيق مع غرفة العمليات التابعة للقوات المسلحة وتجهيز القوة لاقتحام المكان. وعند حوالي الساعة 6 صباحا تم اقتحام المكان بالفعل، نفس المكان الذي تم وصفه لنا عن طريق الشخص الذي قام بدفع الفدية، وتم اقتحام المكان ووجد بالمكان عدد من الأشخاص المختطفين وهم متعددي الجنسيات. المختطفون يروون تجارب صعبة عاشوها خلال فترة اختطافهم، حيث يتم ابتزازهم وحجز ممتلكاتهم الخاصة، ومقابل إطلاق سراحهم يطلب من ذويهم دفع مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك. كنت محجوز لي 5 شهور، جد من شهر 1 يوم 22، كان مقفول جوا هناك، ما لا بطلع برا، لو طلوني برا ذات الشمس ما بشيفة، بطلع برا بمشي بنضرب واجي راجع تاني، برجوني جوا في الزنزان. ويعني قاعدين في الصباح يوم الأربعاء جات الأخوة قسم المباحث الجفرة، جو حررونا صباح معهم المشترك الليبية، جو حررونا صباح اليوم بعد صلاة الصبح. حجزونا في غرفة صغيرة 4x4، دخلنا لقينا فيها أكثر عن 17 واحد سوداني، ولقينا جنسيات أخرى، ولقينا ناس من غانا. دخلنا كنا 13 واحد، يعني كنا في الغرفة ممكن حوالي 38 واحد، غرفة 4x4. المختطفون المحررون موجودون في مكان آمن تابع لمديرية أمن الجفرة، وجاري التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية لإرجاعهم إلى أوطانهم أو التوجه بهم للمكان الذي يريدون الذهاب إليه داخل ليبيا.